بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام العالم العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب ورحمه وغفر له وجعله في الفردوس الأعلى في رسالة لعالم من أهل المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام رحمه الله دعا إلى الله عز وجل بالقول وبالفعل، وكاتب العلماء من حوله في شأن الدعوة إلى الله ونشرها، وجد واجتهد في هذا حتى كتب الله له القبول وظهرت دعوته في هذه البلاد وامتدت إلى البلاد الأخرى في المشرق والمغرب، وكان لها قبول ولها صدى حتى نفع الله بها أقواما كثيرين، ولكنها في هذه البلاد أكثر تأثيراً وأظهر وأكثر ظهوراً، جعل الله لها القبول وجعل الله لها النجاح نتيجة الإخلاص في دعوته، الإخلاص لله عز وجل، و جاء الإمام محمد بن سعود رحمه الله وبايعه بمشورة من زوجته ومشورة من ثنيان، وكان كفيفا رحمه الله، فقالوا له: هذا رزق ساقه الله لك. قال: وما هو؟ قال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أتاك يريد منك النصرة للقيام بدعوته؟ فقال: قولا له يأتيني. قالا له: لا، اذهب أنت إليه، لأنك لو دعوته لقال الناس إنه سيقتله، ولكن اذهب إليه أنت وبايعه حتى يطمئن وحتى يفرح بذلك. فذهب إليه رحمه الله وسأله: ما الذي جاء به إلى هذه البلاد؟ فأخبره أنه جاء للدعوة إلى الله، وبشره إن قام بهذه الدعوة أن الله سيملكه أكثر من هذا البلد.
الذي هو فيه، فذهب إليه رحمه الله ودخل عليه، فلما دخل عليه قال: أبشر بالنصر والتأييد. قال: وأنا أبشرك بالأجر والثواب. فتبايعا على أن يقوم هذا بالدعوة وهذا يقوم بالمناصرة له وحمايته. هذا الذي تم بينهما. ثم كل انصرف إلى العمل، هذا بالمناصرة وهذا بالدعوة إلى الله عز وجل، حتى انتشرت هذه الدعوة وبارك الله فيها وامتدت إلى خارج هذه البلاد، عمت بلاد نجد وانضمت إليها الحجاز وسائر البلاد، بل امتدت إلى الخارج وأثرت تأثيرا عظيما وأثمرت ولله الحمد. فها هي دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب قائمة إلى الآن ومنتشرة في المشارق والمغارب، وجعل الله لها القبول وجعل فيها البركة والرحمة لمن قبلها. وهكذا الصدق مع الله جل وعلا، هو ليس في يده مال، وإنما في يده مروحة يدوية، ويقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يردد هذه الكلمات العظيمة حتى انتشرت دعوته في هذه البلاد وخارج هذه البلاد، وحتى في البلاد الخارجية في أوروبا وفي غيرها يكون لها أتباع. وأنا رأيتهم بعيني في أسفاري إلى تلك البلاد، إلى غرب أفريقيا وإلى جنوب أفريقيا وإلى من ذهبت إليه من البلاد، وجدت منهم قبولا لهذه الدعوة ومحبة لها ودعاء كثيرا لمن قام بها. هذا نتيجة الصدق. الآن تقام دعوات لها ميزانيات ضخمة من الأموال، ولكن تأثيرها أقل وأقل، أو ليس لها تأثير. وأيضا ما تلبث أن تنسى وتضمحل إلا ما شاء الله. هذا نتيجة الصدق مع الله ونتيجة الإخلاص لله عز وجل. وإلا هناك دعوات ولها ميزانيات ولها أموال ضخمة، ولكن تأثيرها أقل وبقاؤها أقل. إلا هذه الدعوة المباركة فهي لا تزال ولله الحمد قوية ثابتة مثمرة، وذلك نتيجة الإخلاص لله عز وجل. لم يكن عنده أموال ولم يكن عنده إلا كما ذكرنا مروحته اليدوية. كان هناك من آل سعود
رجل يقال له ثنيان وامرأة الأمير التي بارك الله فيها، فقالوا للأمير: هذا رزق ساقه الله إليك. قال: وما هو؟ قال: هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال: ذروه يأتيني. قالوا: لا، لو أنك استدعيته لظن الناس أنك ستقتله، ولكن أنت اذهب إليه. فذهب إليه وسأله عن ما جاء به فأخبره، وقال له: هذه لا إله إلا الله، من نصرها نصره الله، أو كلاما نحو هذا. فتبايع على أن يقوم الشيخ بالدعوة ويقوم هذا الأمير بمناصرتها وحمايتها. ومن ذلك لما تبايع الرجلان إلى وقتنا الحاضر ولله الحمد، وهذه الدعوة مستمرة وأتباعها في المشارق والمغارب كثيرون، والحمد لله نتيجة الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. هل الشيخ دعا إلى شيء جديد، أو أن الشيخ جدد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الشيخ لو دعا إلى شيء جديد ما قبل منه، ولكنه دعا إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم، فجدد دين الله عز وجل بعد أن اندرس في سائر البلاد إلا من رحم الله، وهو ليس معه مال، بل كما ذكرنا ليس معه إلا مروحته اليدوية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. ما موقفنا نحن الآن ونحن ولله الحمد نتفيأ ظلال هذه الدعوة ونتائجها، نحن وأبناؤنا وآباؤنا وأجدادنا 300 عام، يولد الواحد منا على التوحيد وينشأ في التوحيد ويموت على التوحيد بسبب هذين الرجلين العظيمين، الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب. ما واجبنا تجاه هذين الرجلين حفظكم الله؟ واجبنا أن ندعو لهما، أن ندعو لهما بالرحمة والمغفرة والحتق من النار، وأن نكثر من الدعاء لهما على ما بذلا من الدعوة إلى الله. وهذه الدعوة التي تأصلت في هذه البلاد واستمرت ونفع الله بها أمما وأجيالا، ليس في هذه البلاد فقط، بل في بلاد كثيرة من بلدان المسلمين. وأنا شاهدت بعيني لما سافرت إلى غرب أفريقيا، شاهدت أقواما كثيرين تأثروا بهذه الدعوة وقبلوها، والله رأيناهم يبيعون ويشترون، فإذا جاءت الصلاة أقبلوا على الصلاة، يصلون في محلات بيعهم وشرائهم جماعات جماعات، مما يسر كل مسلم. هذا نتيجة الإخلاص ونتيجة الصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. غفر الله لهما ورحمهما وأجزل لهما المثوبة وجعلهما من عتقائه من النار. ولعل فضيلتكم معاليكم شيخنا الكريم أيضا تنويه لطلبة العلم الواجب عليهم تجاه
الإمام محمد بن سعود الإمام محمد بن عبد الوهاب والهجمات الآن والأكاذيب تحاك حولهم أن ينبروا للدفاع عن هذين الرجلين الإمامين العظيمين ويبينوا الحق فقط، يبينوا الحق بحسب قدرتهم واستطاعتهم نصرة لدين الله وعرفانا لحق هذين الإمامين العظيمين. بلا شك أن كل من يدعو إلى الله وأن من يقوم بهذه الدعوة بصدق وإخلاص أن الله يكتب له النصر والتأييد والاستمرار، وأن لا يضر هذه الدعوة من كاد لها أو من وقف في وجهها، فهي ولله الحمد دعوة خالصة لوجه الله عز وجل. كم ممن وقف في وجهها وكم ممن حاربها وكتب ضدها، ولكن هي تزداد قوة ونموا واستمرارا وانتشارا، وهذا نتيجة الصدق والإخلاص مع الله، وأيضا نتيجة أن تكون الدعوة على علم وعلى برهان وبينة، ليست دعوة قائمة على اجتهادات البشر أو عمل البشر، وإنما هي دعوة يأتيها المدد من الله سبحانه وتعالى، فتنتشر رغم أعدائها والكائدين لها، ما ضروها ولا وقفوا في وجهها، بل هي تتخطى كل من عارضها وكل من قام ضدها وتنتصر عليه، ويزداد امتدادها ولله الحمد. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.